السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب، اضغطوا على زر الإعجاب من فضلكم وصلوا على رسول الله. استطاعت خلية الفوف الجزائرية بقيادة وليد صادي من خطف موهبة باير ليفركوزن الألمانية من المنتخب المغربي الشقيق، الأمر الذي أغضب وبشدة فوز الأقجع من شدة الصدمة، حيث أن أيمن عرير المتوج حاليا بلقب البوندسليغا مع تشابي ألونسو قد أعلن عن تراجعه في تمثيل منتخب المغرب وجاهزيته الكاملة لكي يكون ضمن كاتبة فلاديمير بيتكوفيتش الذي وجه له الدعوة الرسمية، حيث أن أيمن عرير من مواليد 6 أكتوبر عام 2004 وعمره حاليا 20 سنة فقط وطوله 172 سنتيمترا، ويتقن اللعب كمتوسط ميدان هجومي بكلتا قدميه اليمنى واليسرى، وسيشكل ثنائية رائعة مع إسماعيل بن ناصر. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب، ونحن بانتظار تعليقاتكم، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.